عندما دعا النسخة البنغلاديشية من إنزو فيراري ليبو الميكانيكية الإنجليزية سارم بيرني فاينمان إلى ورشته في داكا، تطايرت الشرارات. إنك لا تهتم للأعمال الميكانيكية. لكن في النهاية تمكن هذا الفريق الغريب من خلق ما هو أكثر من سيارات فائقة من الصفر، صداقة مميزة أيضاً. لقد غيرت حياتي. صداقة قوية لدرجة أنه عند عودة بيرني إلى إنجلترا أقنعناه بأن يترك عمله اليسير، وأقنعنا ليبو بأن يتخلى عن حياته في بنغلاديش ليضع سمعتهما على المحك في مغامرة جديدة، أول ورشة سيارات إنجليزية بنغلاديشية في العالم، عمل سيحول خردة كهذه إلى سيارة فائقة. رائع. إنها قصة ثقافتين مختلفتين تتعلمان التواصل. إنني بقرة سمراء. بقرة سمراء بأكثر من طريقة. أنجز العمل يا بيرني، هيا بسرعة. ضغطت على صداقتهما إلى أقصى حد. قد أخسروا كل شيء بسبب هذا، كل شيء. عندما صنعا سيارتهما الفائقة الأولى في بنغلاديش شعرا بأنهما سيجتاحان العالم. أجل، لقد نجحنا. الآن سيحصلان على محاولة. غادر ليبو بنغلاديش إلى لندن، واستبدل بيرني عمله في شركة السيارات بأقدم حافلة بيضاء في الشوارع. معا سيصنعان سيارات مناسبة لشوارع ممهدة بالذهب، لكن موقع العمل الجديد بعيد عن الترف، فقد اختار بيرني ورشته القديمة في بانجلا تاون المعروفة سابقاً بالطرف الشرقي، وهي منطقة بين بريك لاين وبيثنل جرين. ستكون ورشتهما في منطقة سكك حديدية قديمة، الأسوأ في لندن. يعمل جميع جيرانهما في مجال سيارات الأجرة، والشارع يوحي بأنه متهدم. ولم يكن الحال أفضل عندما أتى بيرني وزوجته ليزا ليوريا ليبو المحل الذي يأملان أن يصبح شركة السيارات الفائقة. هذا ما حصلنا عليه. كنت أقول لنفسي في الطائرة إنني سأذهب إلى لندن لأصنع السيارة مع بيرني، وسيكون لدي ورشة مذهلة ليس كما كانت في ذاك. ما الذي ستفعلونه؟ لا يوجد شيء هنا. سنصنع سيارات كما كان يفعل في بنغلاديش. إنه عمل. هذا ما لطالما حلمت به، أن يكون لدي عملي الخاص، أن أعمل لمصلحة نفسي وأعمل مع ليبو. التصميم والخلق. بيرني، هذا ليس عملاً، هذا بناء فارغ. تذكر الكلمات التي قالها ليبو في بنغلاديش. بيرني، ليس لديك رؤية، ليس لديك رؤية، ليس لديك رؤية. ستحتاج إلى بعض الرؤية. هذا لحسن حظ بيرني، يستطيع ليبو أن يرى أشياء لا يراها الآخرون. ينتابني إحساس جيد بيرني، يعجبني تفكيرك، يعجبني طموحك. شكرا لك. وتعجبني رؤيتك شابا ثانية. بالنسبة إلى بيرني فإن المخاطرة كبيرة. قد يكون هذا أسوأ مكان في لندن، لكنها لا تزال لندن، وهذا يعني أنها مكلفة. 20,000 جنيه أجرة المكان، وحوالي 23,000 ثمن المعدل. الفكرة هي بناء سيارة فائقة ب4,000 جنيه فقط. لن نفشل، لن أسمح بإفلاس بيرني، مستحيل، لن أدع ذلك يحدث أبداً. الأساس في خطة أعمال بيرني هو إخراج السيارات الفائقة من الباب بأقصى سرعة. لدي 3 أسابيع لشراء السيارة وتصليحها وتعديلها وتشغيلها وبيعها. 3 أسابيع، إن لم أفعل فسيقضى علي. للأسف أن هناك شيئاً لم يذكره ليبو. لم أصمم سيارة خلال 3 أسابيع من قبل، حتى أنا لم أفعل. ربما كان على بيرني أن يفكر في ذلك قبلاً، بما أن معظم السيارات المعدلة تتطلب 3 أشهر أو أكثر لصنعها، لكن فات الأوان على ذلك الآن. لقد استقال بيرني من عمله وترك ليبو كل شيء، لذا بميزانية 4,000 جنيه وبرنامج زمني غير منطقي، ستصنع كل سيارة فائقة من حطام سيارة أخرى. سيارة روفر، إنها في الأعلى. روفر؟ لا لا، لن نأخذ روفر. هذه سيارة كشف مثالية، السقف مقطوع بأكمله. لقد اتخذت قراري، سأختار سيارة
ألمانية. تريد سيارة ألمانية؟ ويمكنها أن تكون ماذا؟ مرسيدس؟ بي أم دبليو؟ بي أم دبليو؟ أودي؟ أودي؟ إنها خاربة صحيح؟ انظر إلى حالة هذه السيارة، يحتاج جسمها إلى التصليح لكنها تبدو متينة. لا أهتم بشأن الجسم جداً. طالما أن الهيكل جيد يمكنني العمل عليها. يبدو المحرك جيداً، يمكنني الاعتناء به. بالتأكيد، لا تقلق بشأن المحرك بيرني. أجل، هذه هي، فلنذهب ونرى. دعنا نقص السيارة الألمانية. لكن في إنجلترا حتى خردة كهذه لها ثمن. كم تريد ثمناً لهذا؟ أريد 575 جنيه. هل تمازحني؟ إنه ثمن المحرك. 500 جنيه للمحرك؟ أجل، يستحق ذلك المال. أرجوك لا تستغفلني. كم تريد أن تدفع؟ 150 جنيه. أنت مجنون. يمكنك دائما أن ترفع السعر. لا تستطيع تخفيضه؟ سأخذ 450 جنيها. 350 نقدا. لا، بعملة الباوند. لا، 100 أخرى. شكرا جزيلا. حصلنا على سيارة ليبو. تشاهدون لاحقا ليبو قلق حيال حاسة السمع عند بيرني. لا أسمعك. أنجز العمل يا بيرني بسرعة. لكن بعد كل التسلية بدأ واقع صنع سيارة ب4000 جنيه بفرض وقعه. كان علي أن أجد مكانا يصنعها بأرخص ثمن يمكننا توفيره. أرخص سعر. الأسعار لن تفيدني بيرني. يجب أن أنهي السيارة يا بيرني. في القسم الأول غادر ليبو بلاده بنغلاديش لإقامة عمل مع صديقه بيرني فاينمان في الطرف الشرقي من لندن. انظر إلى حالة هذه. خطة العمل بسيطة، سيأخذان قطعة من الخردة ويحولانها في 3 أسابيع إلى إحدى سيارات ليبو الفائقة. إنها مخاطرة كبيرة، فليس عليهما فقط أن يبيعا السيارات بأكثر من تكلفة صنعها. إنها ليست زهيدة ثمن تساوي الكثير من المال. لكنهما وظفا أول أعضاء الطاقم. هذا ماجيك، أتحدثا من بولندا، وبيرني متحمس لتعليمه الإنجليزية. افعل ذلك، الآن كرر ورائي. فيلان، فيلان، صعدا إلى أعلى التلة، صعدا إلى أعلى التلة، واحتفلا. وهناك التلميذة لتويا. فتاة أجل، امرأة ربما لا تعرف الكثير عن الميكانيك، لكنها تعلم كيف تثير إعجاب رجل عجوز. أنا راكع على ركبتي. أين هي الأغنية؟ Wayfaring stranger in that land to which I go. أخيراً أحضر ليبو أخاه زيا الحداد. في بنغلاديش كان زيا اليد اليمنى لليبو، وقد أظهر لبيرني كيفية إنجاز الأمور بالطريقة البنغلاديشية. هذان المخبولان من يأمل بيرني أنهما سيحولان هذه البي أم دبليو الخاربة إلى أجمل سيارة فائقة، والأسوأ أنه يراهن على أنهما سيفعلان ذلك خلال 3 أسابيع. لديك أي فكرة عما ستفعله بها؟ سنفكك السيارة أولاً. نفككها؟ أستطيع أن أرى بي أم دبليو الآن؟ إنها تعترض مخيلتي. حسناً، لا أريد أن أرى سيارة، أريد أن أرى هيكلاً فحسب، وهكذا يمكنني أن أصنع شيئاً فوقها. هذه العملية المتطرفة في معظمها من مهمة طاقم ميكانيكي بيرني. الفكرة هي أن كل شيء ليس هيكلياً في السيارة يجري فكه. وداعاً. لكن إعادة تشكيل ما تبقى من السيارة خلال 3 أسابيع فقط مهمة ستكون شبه مستحيلة. ماذا سيحدث إن لم ننهي السيارة خلال 21 يوماً؟ أيمكننا أن نضع أعذاراً لهذا؟ سبباً لعدم تمكننا من إنهائها في الوقت المحدد؟ يجب أن ينجز العمل. أتعلم لماذا؟ لأنه إن لم ننتهي خلال 21 يوماً فلن نحصل على المال. للمزيد من الضغوط قرر بيرني أن سيارتهم الأولى ستباع في أحد أكثر مقار المزادات العلنية فخامة في البلاد، إلى جانب سيارات رآها ليبو في أحلامه فقط. هذه أحلام. سنبيع سيارتنا هنا؟ أجل،
ألن يكون ذلك مذهلاً؟ مع كل تلك السيارات الأسطورية هناك أشياء كثيرة لرؤيتها هنا. يا إلهي دعني أرى واحدة تلو الأخرى. هناك الكثير. عملت على البعض من هذه فيما مضى. المزاد العلني المقبل بعد 3 أسابيع، وحالياً كل ما يملكونه هو قطعة خردة وحلم. رأيت هذه السيارات في الصور والأفلام والتلفزيون والمجلات. إنني أحلم. كل هذه السيارات حقيقية وليست صوراً. لا أصدق. لا يحتاج باتمان إلى مرآة خلفية، صحيح؟ إلى أين أيها الحاكم؟ فلنذهب إلى قصر باكنغهام. أتود الحصول على ساندويش خيار؟ لا، ذلك يجعلني أصدر ريحاً. هذه هي حصتي من اللباقة. هل لي أن أعرف لماذا تضحك؟ بعدما أشبع بآلاف الصور لأعظم السيارات على الأرض، يستطيع ليبو الآن العودة إلى شرقي لندن ليبدأ أهم مهمة في التصنيع، خلق التصميم الذي سيتفوق على كل سيارات المزاد. عندما كان في بنغلاديش كان ليبو يرقص مع تصميمه ليشعر بشكله، إلى أن يكتمل التصميم الجديد في رأسه. لا يمكنك معرفة أن كان راقص باليه أم مصمماً. عليك أن تتدخل مع التصميم لتخرجه إلى الحياة. قد يبدو غريباً أن يتراقص تحت سكة حديدية في بيثنال جرين، لكن ليبو لن يبدأ برسم تصاميمه فقط لأنه في الغرب. عند نهاية تأملاته، فإن ليبو هو سيارة نفسه. يأخذ وضعية القرفصاء كمصارع سومو الضخم من أجل الثبات، ويقف ممشوق الصدر كالغوريلا من أجل القوة. ذلك هو النمط الأساسي لديها. أجل. قوة حقيقية خارجة من المحرك وجسم يوحي بالجدية. أجل، إنها سيارة جادة ومع القوة تصبح هكذا. هل تعني؟ أجل هكذا. لا، يجب أن تكون قوة جادة. أنا أعني اذهبي. إنه مجنون. الأساس في تحقيق مظهر مصارع السومو الذي يريده ليبو هو تخفيض جسم السيارة بأكملها حوالي 3 إنشات. عجبا. جرى تحقيق ذلك بنزع نوابض التعليق وتبديلها بأقصر. نزع النابضين الخلفيين سهل، لكن الأماميين فأنهما مضغوطان على الدعامتين، وكل الضغط موضوع على حزقة في أعلى الدعامة. على الأرجح يوجد ضغط هنا بمعدل 500 رطل، وذلك كاف لكي يخترقك. في بنغلاديش كان ليبو سيفك الحزقة ببساطة، ويأمل أنها لن تقتل أحداً عندما تتحرر. يمكنكم العمل ببطء، لكن فليكن متقناً. أتحاول أن تتعلم؟ أجل. طريقة جديدة لتخرج نابضاً بيرني بعد 48 عاماً؟ تجاهله فحسب، كالرائحة السيئة سيبتعد وحده. يجب أن ننهي العمل ونركب قطع السيارة. أنزل السيارة، دعني أجل. أقوم بعملي. الوقت يمر، لدينا 21 يوماً فقط. بشأن المال؟ لقد مر يومان. لا يمكنني. ألا تسمع سماع. مر يومان، أنجز العمل بيرني. في سن 62 ما زال بيرني يحب الشحم. شحم، أعمل من دون قفازات، أحب ذلك بقدر ما يحب فترة الاستراحة. وأحصل على كوب جيد من الشاي. لكن على الرغم من الشاي يتمكن طاقمه من إنزال السيارة لتأخذ وضعية السومو التي يريدها ليبو. إنها سيارة فائقة مسبقاً. إنها سيارة فائقة ليبو. لقد انخفضت حقاً. إنها تعجبني. سأقول لك أمراً. لقد أحسنت عملاً يا بيرني. جيد، أتود أن أضع رافعة تحت مؤخرة السيارة؟ انتظر، دعني أشعر بإحساسها.
أرجوك آسف يا سيدي، أترى أصبح لديها المظهر القوي الذي تريده؟ أجل، إنها كذلك. صح أجل؟ هل أنت سعيد الآن؟ هل أكملت مهمتي سيادة؟ أجل فعلت. مع كل عبثك فعلت أخيرا. بعدما أصبحت السيارة منخفضة وثابتة، يستطيع ليبو الانتقال إلى القسم التالي من عملية التحويل، تحويل المؤخرة الهزيلة للبي أم دبليو إلى شكل أقرب إلى مظهر مصارع السومو. لتحقيق المظهر يجب إبراز العجلتين الخلفيتين إلى الخارج بمباعدات قياس تبلغ 6 إنشات مثبتة بالمحاور القديمة، ولفعل ذلك يجب تنفيذ بعض الخراطة البنغلاديشية. رائع، هكذا كنا نصنع الحشوات الميكانيكية سابقاً. مذهل، تفكير مثقف، أفضل من صنع قالباً فولاذياً. استخدم ما لديك. جميل. ها أنت هنا، هذه هي طريقة صنعها. بلحظات، وإلا فعليك أن ترسلها إلى محل الخراطة لكي يجروا عليها التجارب ويستخدموا المقاييس الإلكترونية. مباعدات العجلات التي أوصى عليها ليبو أساسية في تصميمه. إنها مهمة جداً لكل أبعاد السيارة، ومن دون مباعدات العجلات لا يمكنني أن أحصل على العرض المطلوب أبداً. لتكون قوية كفاية يجب أن تصنع المباعدات من الألومنيوم المستخدم في الطائرات، لذا يتوجه ليبو إلى مهندس يأمل أن يستطيع صنعها. جميل جداً، أنا أحب رائحة المعادن الآليات. يبدو المعدن الذي سيستخدمونه صلبا جدا، لكن المهندس الذي سيصنعها متشكك حيال أفكار ليبو المتطرفة. ينصح باستخدام إنشين كأقصى حد، من 2 إلى 3 إنشات. لا أنصح بقيادة السيارة بمباعدات من قياس 6 إنشات، ستمدد الأذرع إلى خارج المحاور. بالنسبة إلى ليبو، كل هذا مجرد كلام هندسي، إنه يعد نفسه فناناً، لذا إن كان يريد مباعدات بقياس 6 إنشات فسيحصل عليها بغض النظر عن الأخطار. في الورشة، فنان من نوع آخر يقوم بعمله. يقوم بيرني بفعل أكثر ما يحبه، جعل المحرك أكثر قوة، والأساس للحصول على قوة أكبر من أي محرك آخر هو السماح للمزيد من الهواء بدخوله، والطريقة لتحقيق ذلك هي بتمليس مداخل الهواء المتشعبة. كل هذا هو صب سيء غير منجز، لذا نجد فيه كتلاً وتجويفات. لذا إن كان الهواء يتدفق بسلاسة فإنه يفعل ذلك، فالهواء إن أعاقه شيء فإنه يتغير اتجاهه، لذا يجب أن نوجه الهواء. ذلك هو نوع المهارات الميكانيكية القديمة الطراز التي توقف عن تعليمه، وهي ليست سيئة. لم يجري تعليمي على نحو ملائم، بل ضربت على نحو ملائم لأتعلم، والسبب بسيط، هو أنني كنت عنيداً. ظننت أنني أعرف كل شيء ولم أكن أفعل، وصدقني عندما كنت شاباً تعلمت حقاً. أروني طريقة فعل الأمور، وكانوا يقولون لي إن فعلتها بطريقة أخرى فسنضربك. فعلت الأمور بطريقة عدة مرات وقد ضربوني. في إحدى المرات ذهبت إلى المنزل بعين متورمة وتعرضت للكثير من اللكمات على الكتفين. بعد تمليس مداخل الهواء المتشعبة تسلم إلى ليتويا وماجيك ليجمع المحرك قبل أن يقوم بيرني بتشغيله. أتعلم شيئاً؟ إنك فاقد عقلك. إنه يعجبني، أنجزته على نحو رائع بيرني، رائع. مضت 4 أيام ومحرك سيارتهم الفائقة الأولى يهدر، ما سمح للطاقم بأن يتجه إلى العمل على الجسم. سيصنع باستخدام صفائح معدنية. انظروا إلى المعدن. حسناً. وقد أوصى بيرني على فولاذ بقيمة 550 جنيهاً من أفضل الأنواع. إنه مثل الطحين. إذا أردت صنع خبز جيد فستحتاج إلى طحين جيد، وهذه الصفائح المعدنية أشبه بالطحين بالنسبة إلي. عندما كان في بنغلاديش استخدم ليبو لفائف من الفولاذ المستخدم نفسه لصنع العربات. إنه رخيص ولين على عكس الفولاذ الغربي الفاخر الذي طلبه بيرني. إنه صلب جدا، يجب أن يكون فولاذا لينا. يا إلهي، جيد لكن ليس لجسم السيارة. لكن ليبو، ليس لدينا المزيد من المال لنشتري فولاذا جديدا. هذه هي المشكلة.
يجب أن نصنع الجسم، وإن كنا لا نستطيع استخدام هذا لصنع الأجنحة وغيرها فقد قضي علينا. أجل، إنها نهاية أسبوعها الأول ويوجد توتر مسبق بين الشريكين الجديدين. إنجاز عمل يتطلب 3 أشهر في 3 أسابيع أمر مستحيل. وكنتيجة، على الرغم من أن بيرني قد أحضر الفولاذ الخاطئ، فإن ليبو مجبر على العمل به، بينما يداهم الوقت الفريق أكثر فأكثر. عندما تحرز تقدماً ثم ترى طريقاً مسدوداً يصيبك الإحباط، وأنا محبط الآن. ما الذي سأفعله تالياً؟ بعدها، عند نهاية اليوم السيء، هناك أخبار أسوأ. لقد انتهى 1، بقي 3. المباعدات الأكثر أهمية التي ستمنح السيارة شكلها تستغرق وقتاً أكثر مما هو متوقع. اسمع، لا أريد أن أنتظر حتى يوم الاثنين ثم تتصل بي وتخبرني أن هناك مشكلة في البراغي أو أياً كان وتؤخرني أكثر. الوقت يداهمني وأنا آسف، لكن ينفد صبري أيضاً. أعتقد أنك سمعت ذلك. يمكنني أن أفهم ما الذي يجري، يمكنني ذلك. أريد الحصول على المباعدات في الوقت المحدد. وأنا أريد الحصول على المباعدات. إنهم مهندسون وخبراء، ليس علي القلق بشأن الأمور التقنية. كان علي أن أجد مكاناً يصنعها بأرخص سعر يمكننا توفيره، افهم ذلك أرجوك. أرخص سعر؟ الأسعار لن تفيدني بيرني، يجب علي أن أنهي هذه السيارة يا بيرني. تباً لكل هذا. المشكلة الحقيقية هي أنه لا يمكنك التصميم. إذا كنت مستاء لا يمكنك ذلك، ولكن إن عبثت برأسك فكيف يمكنك التفكير أو التصميم؟ قال إنني أتحدث كثيراً، لقد سمعته. هو من بدأ؟ بدأ بالكلام وأفقدني أعصابي. يمكنني تحمل صوت الآلات لكن لا يمكنني تحمله. كل شيء مسؤوليتي، كل شيء مرمي علي، إنه أنا، إنه خطأ. العمل هنا مريع، مريع. في البداية ظننت أنني سأحظى بوقت رائع وسيكون كل شيء متوافرا من أدوات ومعدات. لا يتوقف عن التذمر، مستحيل. وبيرني، أعني إنه خطأ إن لم يتمكن من فعل شيء، إنه خطأ إن أمطرت. والآن أنا عالق مع هذه السيارة، لقد قمت بقص الرفراف للتو. يجب أن أنهي هذه السيارة في الوقت المحدد. حالياً لا أريد أن أقول هذا، لكنني أتمنى لو أنه لم يأتي. كان علي أن أتركه هناك وأبقى أنا في عملي. تشاهدون لاحقاً، يقرر بيرني أن رافعة ثمنها 2000 جنيه ستحل مشاكلهما المالية. إن أحضرت هذه الرافعة يمكنني أن أكسب المزيد من المال. إنها فوضى. وقرر الاثنان القيام بانفصال تجريبي لحفظ المال والأعصاب. لقد جرى إخلاؤنا، اضطررنا إلى المجيء إلى محل مختلف لإنهاء السيارة. المكان هادئ، أيمكنك أن تسمع صوته؟ لكن تتمكن السيارة أخيراً من الوصول إلى اختبار القيادة. لقد تجاوزت شراكة عمل غريب الأطوار البنغلاديشي ليبو مع الميكانيكي الإنجليزي الخبير بيرني فاينمان مدة الأسبوع. إنها مخاطرة كبيرة بالنسبة إلى بيرني. إنني أخاطر على نحو كبير، وخاصة أن خطة العمل تعتمد على إنفاق 4000 جنيه لتحويل خردة كهذه إلى سيارة فائقة كهذه خلال 3 أسابيع. لم أصنع سيارة في 3 أسابيع من قبل، لم أفعل. يفترض بسيارتهم أن تباع إلى جانب سيارات الروفر والمرسيدس في مزاد علني فاخر بعد أسبوعين، وكما هو متوقع الوقت يداهمهم. الطريقة الوحيدة ليعودوا إلى مسارهم هي رفع الميزانية أكثر. أهلا بكم في الورشة. بمضاعفة القوة العاملة في الورشة. مثل بيرني، فإن الحدادة جوليان أغرته فكرة تحد جديد ليتخلى عن عمله في إصلاح السيارات المحطمة طوال اليوم. سيكون من الغريب العمل مع ليبو لأن روحه حرة، لكن ذلك شيء أتلهف إليه حقا، إنه مختلف قليلا. الحداد التاري اعتاد أن يصنع المصاعد، لكنه واثق بأن تلحيمه يطابق المقاييس المطلوبة. يجب تنفيذ الأعمال بالطريقة الصحيحة،
ما قد يراه ليبو جيداً قد لا أراه كذلك. لسوء الحظ قد تكون لديهم اليد العاملة، لكن ليس لديهم النوع الصحيح من الفولاذ. إن استخدمنا هذا الفولاذ فستمضي السنة بأكملها ونحن نحاول فقط قطع صفيحة واحدة. الوقت يساوي المال. الأيام تمر وتمر. لدي رجلان هنا، تيري وجوليان، ينتظران الانتهاء من العمل على الجسم، آملين أن ليبو سيعود الآن مع الفولاذ. إننا نهدر يوماً آخر من دون فعل شيء. وعلى عكس الأمر في بنغلاديش حيث تصل الأشياء بالعربة، عجباً يحملون كل هذه على دراجة. فإن إيجاد الفولاذ الرخيص واللين الذي اعتاد ليبو العمل به يبدو أنه أصعب مما كان متوقعاً. أرق صفائح لدينا في المخزن هي حسناً هذه سمكها مليمتر واحد أي 20. إنها صلبة حقاً. أجل، إنها فعلاً صلبة. يجب أن أحصل على أرق الصفائح المعدنية. في النهاية اضطر ليبو إلى زيارة نصف تجار الفولاذ في لندن قبل أن يجد الفولاذ اللين السحري الذي يسعى وراءه. يبدو أنني في المكان الصحيح. قد تبدو جميعها متماثلة، لكن بالنسبة إلى ليبو فإن إحساسها هو الأكثر أهمية. هذه هي الصفائح المعدنية المثالية. مثالية. الصفائح المعدنية اللينة تمنح شعوراً جيداً. إننا نعمل بأيدينا، نصمم على نحو لحظي ونعمل بأيدينا، لذا كل ما يمكن ليديك التعامل معه بسهولة فإنه أفضل. أنا متلهف للذهاب إلى الورشة وبدء العمل وقطع تلك الصفائح المعدنية كالزبدة. عندما عاد ليبو كانت هناك مفاجأة تنتظره. مباعدات العجلات الضخمة التي ستمنح السيارة شكل مصارع السومو وصلت أخيراً. رائع، تعجبك؟ هذه هي الخلفية. هذه ما أدعوها مباعدات العجلات B52. أجل، هذه الخلفية. أجل، يا لها من قطعة جميلة. عندما نركب براغيها ستكون رائعة. ممتاز. واو، أتعجبك؟ هل هي مثبتة؟ أجل، إنها مثبتة، جاهزة لتراها. أجل، أنا أرى خطوط تصميمي. واو، رائع، أتعجبك؟ بمساعدة العاملين فإن الصفائح والمباعدات في مكانها، وليبو على وشك البدء بالعمل، لكن براغي المباعد الأمامي طويلة جداً. كل ما أريد رؤيته هو إن كانت تدخل هذه البراغي إلى لاقط الفرامل في المؤخرة. إن كانت تدخل كثيراً فسوف أقصها إلى قطع، وإن حصل ذلك فسنتكلف كثيراً. إنها طويلة جداً. ذلك يعني أن الورشة في مأزق. ومع يأس ليبو من بدء العمل على الجسم فإنه ليس في مزاج يسمح لبيرني بأن يقوم بعمله. الميكانيكيون لا يقصون، أنت تبدل القطع. لا لا لا، مبدل القطع هو الفني. أجل، افهم ذلك. هل أنا فني؟ أتريد إهانتي؟ هل لديك الجرأة؟ لست قصاصا، لست قصاصا بيرني. الجرأة؟ أنا أقص طوال الوقت، لست قصاصا. جميل، كفى. هيا، ماذا؟ فلتذهب من هنا إذن. قد لا أكون الأسرع، لكن أحب اتباع طريقتي. على الأقل إن أفسدت الأمر فسأكون قد أفسدته بطريقتي لا بطريقته. أتفهمني يا ماجيك؟ أفهمك تماما. شكرا جزيلا. دعني أريك ما يمكنني فعله. دعني أريك. سأخبرك ما أود أن تفعله لي. واحد، اثنان، ثلاثة، ماذا؟ أربعة. لا أستطيع انتظار تركيب الإطارات. ستستغرق على الأقل ساعتين لقص كل تلك البراغي. السلام، السعادة المطلقة. استرخي ماكس، إنه ليس هناك، إنه رؤية فحسب، إنه ليس حقيقيا. برغم تأخرهم فأن بيرني معاند جدا لأن يدع ليبو يتسلم العمل، ما يعني أنه ظل يعمل على البراغي لوقت طويل بعد انتهاء الدوام. في الصباح التالي تأخر العمل أكثر بسبب اختبار ليبو والزي للثلج لأول مرة. أوه، أصابعي متجمدة. أنا لا أشعر بأي شيء.
لا يوجد إحساس في أصابعي. أجل، الجيران يهاجموننا. ليبو تعال. هيا. لكن عندما يبدأ العمل أخيراً فقد آن للطاقم الجديد أن يشارك في العمليات. ما رأيك إن بدأنا وفككنا النوافذ الجانبية والأقفال والمقابض وكل شيء؟ لذا يمكنك أن تحددها وتبدأ القصف. فلتقم بتحديد الأجنحة ليكون كل شيء محدداً جيداً. لذا إن احتجنا إلى نزع أي شيء وإعادته فسيكون محدداً. إنها فكرة جيدة. أجل، فلنفعل ذلك أولاً. فجأة بدأ أن العمل قد بدأ ويجب أن ينجز. فللوصول إلى المزاد العلني بعد أسبوعين يجب أن تكون السيارة جاهزة لاختبار القيادة بعد 36 ساعة. ومع عمل الطاقم الجديد المجد بدأت السيارة تأخذ شكل مصارع السومو. آسف بشأن ذلك، إنه الثوم. إننا متحمسون، الأمر أشبه بمحرك السيارة. عندما يصل إلى حرارة معينة فإنه يعمل على نحو مثالي، وكذلك جسم الإنسان. إن ارتفعت حرارته سيواصل العمل من دون أي مشكلة أبداً، والقطع ستتركب في مكانها. لذا ما سأفعله هو أنني سأسحب الجسم إلى الخارج لتكون العجلات في الداخل، ومن ثم أكمل بقية الجسم هكذا. بسيط، نمدده إلى الخارج ونعيد العجلة إلى الداخل. ذلك جنوني لكنه جميل، جميل. شكل مؤخرة السيارة تحدده مباعدات العجلات الكبيرة. السؤال الأساسي الآن هو كيف سيجعلون مقدمة السيارة تتناسب مع المؤخرة؟ ركبتي تؤلمانني. ومرة أخرى يتوارى تصميم ليبو في مكان ما في رأسه. ستكون هذه جزءاً من الجناح، سيمتد الجناح من هنا. إذا ستكون هذه الجناح صحيح، فلنحرص على أن نكون متأكدين قبل أن نبدأ القص. لن أنتظر، فلنبدأ بالقص. هيا فلنبدأ. لا يمكنك حل كل شيء بالتفكير. بالتفكير. روح الإقدام والاندفاع هذه جديدة على جوليان، لكن يظهر تحسناً على عكس الميكانيكيين اللذين يشاهدان آمنين فحسب. مع تبقي قطعة واحدة للقص فإن روح تصميم ليبو الجديد قد انكشفت. إنني أحبها، هذا هو الخط الأكبر لهذه السيارة، ذلك سيجمع مخيلتي. يمكنني أن أتخيلها. يمكنني تخيلها. أجل. حقاً يمكنني ذلك، وتبدو جيدة. غدا يوم جديد. طابت ليلتكم. في وقت متأخر من الليل قبل 24 ساعة من اختبار القيادة، أخرج ليبو تصميمه من رأسه ووضعه على السيارة. لكن في صباح اليوم التالي مع ضيق البرنامج الزمني يلقي بيرني عائقا آخر بشكل رافعة سيارات كبيرة في طريق العمل. انظروا إلى هذا. ها هو ليبو، ها هو الأخرق البائس الذي يتذمر على كل من يصادفه. السيارة هناك، نحن هنا، لذا كيف نعترض طريقك؟ أخبرني. أتعلم، لتركز على العمل تحتاج إلى مكان هادئ جدا وعدد أقل من الأشخاص، وهذا يكون أفضل. إن كان هناك أشخاص يعملون على تركيب، إنني أصممها هناك. لن ينجح الأمر هكذا يا بيرني. أحتاج إلى كسب المال الآن. إن أحضرت هذه الرافعة فإنه يمكنني كسب المزيد من المال. يمكنني أن أقوم بأعمال الخدمة والصيانة، ستكسبنا المال. لماذا أنشأنا هذا الجراج؟ إنها ورشة تصنيع، نصمم السيارات هنا، وأعمال الخدمة وصنع سيارات جديدة شيئان مختلفان. أفهم أنه يحتاج إلى المال. نحتاج إلى المال من أجل المحل، لكن لا شيء يأتي بسرعة، يجب أن يكون صبوراً. تركيب الرافعة سيستغرق اليوم بأكمله، وتلك مشكلة لأن اختبار القيادة غدا، لذا على ليبو أن يجد طريقة لإيجاد السكون. لا أحد هنا، لا أحد، ما من أناس هنا، نصنع الجسم فحسب، وأنا أحاول أن أخدر نفسي. يبدو أنه نجح الأمر بأعجوبة، وبعد وقت قصير عادت سيارة السومو إلى المسار من أجل اختبار القيادة.
بقيت 12 ساعة فقط، وبرغم أنها تبدو غير جاهزة فإن ليبو المتفائل دائما مقتنع بأنها ستجتاز الاختبار. لقد كان هذا اليوم جيدا جدا، وأنا سعيد جدا اليوم. إنه أفضل يوم أمر به منذ أن بدأنا هذا المشروع. المعنويات عالية ويعملون حتى ساعة متأخرة من الليل، لكن على الرغم من الصعوبات يقرر بيرني أنه آن لليبو أن يحسن لهجته. كرر ورائي، إنني بقرة بنية. بقرة بنية. يمكنك أن تتحدث جيدا. إنني بقرة بنية. تابع يا بني. مع قيام كل من تاري وجوليان بأعمال التلحيم، يبدو أن قرار بيرني بمضاعفة القوة العاملة قد أتى بنتيجة. مذهل ما يمكنه فعله بالعمل الجماعي. ما زلنا سعداء، إنها 12:30. الليل شاب وأنا لست كذلك. بعد ذهاب بيرني بساعتين كانت المصابيح مثبتة أخيراً عند 12:30 ليلاً، لكنهم نجحوا. كانت السيارة جاهزة للتحليق صباح اليوم التالي. قبل أقل من أسبوعين كانت هذه الوحش تتعفن على كومة من الخردة. الآن إنها سيارة بقوة 200 حصان تمتص الدم من صانعيها. المكابح! قد تكون لم تنتهي بعد، لكنها في طريقها لتصبح سيارة فائقة بقيمة 20,000 جنيه. لا أصدق! إنها تحلق يا بيرني، إنها تحلق كالطير. لم يكن لدي فكرة كم يمكن أن تكون سيارة السومو قوية. إنها مثل، لكن برغم قوتها فإن سيارة السومو ليست قطعة جميلة بعد، ومع ضيق الميزانية تخلص بيرني منها. لقد جرى إخلاؤنا، اضطررنا إلى المجيء إلى محل مختلف لإنهاء السيارة. أنا سعيد جدا هذا الصباح لأننا تمكنا من أن نستعير محلا آخر. أخذ ليبو BMW إلى هناك، سيقوم بعمله على الجسم وعلى صقله وفرشه وطليه، ذلك عمل فوضوي. فكرة بيرني هي أنه بينما يعمل ليبو في محل مجاور، يمكنه هو أن يقوم ببعض الأعمال الميكانيكية لكسب المال. إنه لا يعيقني. المكان هادئ، أتسمع؟ ليس علي أن أستمع إليه، يمكنني أن أهني هذه السيارة كيفما أشاء، يروقني ذلك. تشاهدون لاحقاً مع تبقي بضعة أيام للمزاد العلني وعمل ليبو وبيرني في كراجين منفصلين، تصل علاقتهما المتوترة إلى نقطة كارثية. قد أخسر كل شيء بسبب هذا، كل شيء. خلال أسبوعين فقط أنشأ بيرني وليبو عملاً جديداً في الطرف الشرقي. هذا ما لطالما حلمت به. حيث أخذ سيارة BMW خاربة من ساحة الخردة ب4,000 جنيه وطاقم عمل نشيط، وهما في منتصف الطريق لتحويلها إلى سيارة فائقة. وحش بقوة 200 حصان قادرة على الانطلاق بسرعة على أي طريق، لكن وتيرة العمل ونقص الأموال وضع ضغطاً كبيراً على علاقتهما. لن تحصل على المال ولن أحصل على المال. إن كانوا يريدون تفادي الإفلاس فإنه يجب أن تكون السيارة جاهزة للبيع في جانب أكثر السيارات المرغوبة في العالم خلال أسبوعين فقط. لكن مع غياب الرجال في استراحة الغداء وذهاب بيرني وليبو لإحضار بعض القطع، تقع كارثة. كنت أنا وتاري في المقهى، عاد زيا وأخبرنا أن السيارة تحترق. عدنا ووجدنا السيارة تشتعل. كان على رجال الأطفاء أن يتعاملوا معها. لقد خسرنا عملنا ونحن مستاؤون جداً.
لقد التقطت شيئا من هناك. عندما حقق رجال الإطفاء اكتشفوا أن شرارة من إحدى آلات التلحيم سببت اشتعال التوصيلات. أنا لا أصدق كيف حدث ذلك بسبب شرارة صغيرة. لا يمكنك أن تحمل المسؤولية لشخص واحد. كان الجميع هناك. كان على الجميع أن يتحقق. أعرف أن ليبو سيغضب جداً. لا أعلم ما الذي حدث. لن يكون سعيداً. لن يكون أحد سعيداً. لقد ذهب الكثير من العمل هباءً. بيرني، أنا تيري. لقد وقع حادث في الكراج، اشتعلت فيه النيران. أجل، كانت حادثة. أعتقد أنها شرارة تحت غطاء المحرك. هذا هو السؤال. حسناً، إنه غاضب. ما الذي قاله؟ ستجري معاقبة المسؤول. لم أرها. قال إنه سيعود بأقرب وقت. لكن لولا تلك الشرارة الصغيرة لكانت هذه السيارة قد حققت الآلاف في المزاد العلني. الآن مصير الورشة متعلق بقشة. اضطررنا إلى انتظار رجال الإطفاء. إنني متخوف من هذا ليبو. لا، ما الذي حصل هنا؟ لا، ما الذي حدث هنا بيرني؟ يا إلهي، لماذا؟ لا يمكنني تحمل هذا الآن. يا إلهي. حسناً، هيا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث هنا؟ لقد تلفت بالكامل. للأسف الشديد. لا أصدق. هيا. ما الذي حدث هنا؟ لا أصدق هذا يا بيرني. لا أصدق هذا. هذا أشبه بكابوس. إنه كابوس بالتأكيد. لقد أنجزت كل شيء تقريباً. كانت تحتاج إلى القليل لكي تكون سيارة جديدة، وها قد ماتت الآن. لابد أن الحرارة قد عبرت من هنا. انظر، لقد أذابت المخدمة أيضاً. لا، قد أخسر كل شيء بسبب هذا. كل شيء. في الحلقة المقبلة. هيا، عليك أن تقاوم. وضعا الحريق خلفهما. لن أستسلم ليبو. نحن محاربان، سنحارب. وتستمر علاقة الحب. شرارة لعينة واحدة. برغم كل الصراخ تظهر سيارة سومو من الرماد لتختلط مع أسرع السيارات في العالم.